أهلا بكم من جديد. ترأس السيد محمد حسين يتيم رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2020، وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اعتمد المجلس التقرير السنوي للمصرف والحسابات الختامية المدققة للمصرف لعام 2019. كما اطلع المجلس على تقرير عن أعمال المصرف للفترة المنصرمة من هذا العام. التقرير التالي يستعرض التفاصيل. كشفت شركة بينيفيت عن نتائجها المالية السنوية لعام 2019، وتمثلت في تحقيقها صافي الأرباح الموحدة بمقدار 3,327,000 دينار. كما حققت الشركة أرباحا تشغيلية موحدة بقيمة 2,903,000 دينار. وقال رئيس مجلس الإدارة محمد إبراهيم البستقي في اجتماع عبر الاتصال المرئي عن بعد أن بينيفيت تعتزم إطلاق خدمات جديدة مبتكرة خلال عام 2020، ستركز بصورة أساسية على تطوير خدمة بينيفيت باي كأسلوب حياة ونمو لذراع المعلومات للشركة. من جانبه قال عبد الواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بينيفيت أنهم حققوا نتائج نمو قوية في نهاية العام لجميع خدماتهم المتنوعة، إلى جانب زيادة معدلات الاستخدام للنظام الوطني للتحويلات المالية بما يتجاوز 15,300,000 معاملة بزيادة تبلغ 82% عن عام 2018. أعلنت شركة سكيبلاينو عن توفير نظامها الحاصل على العديد من الجوائز العالمية لإدارة قوائم الانتظار لجميع الجهات الحكومية والمستشفيات والمراكز الطبية مجاناً ولمدة 6 أشهر لمحاربة تداعيات فيروس كورونا، وذلك تماشياً مع الحملة الوطنية للسلامة في المملكة. وسيدعم النظام السحابي لإدارة قوائم الانتظار العديد من الجهات والمؤسسات لتنفيذ تدابير السلامة لجميع موظفيها، بالإضافة إلى خلق بيئة آمنة لعملائها. وكما ستقوم الشركة أيضاً بإطلاق خدمة الفرع الافتراضي الجديدة كلياً لمساعدة المؤسسات والشركات على الاستمرار في خدمة عملائهم وقبول الاستمارات والنماذج واستلام المدفوعات دون حاجة العملاء إلى الحضور شخصياً إلى مقر المؤسسة أو الشركة. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع تجاوز نصف نقطة مئوية، مغلقا التداولات عند مستوى 1355 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 5,152,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 710,000 دينار تم تنفيذها من خلال 49 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار،
أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 6373 نقطة بانخفاض بنسبة 0.5%. وبالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3744 نقطة بانخفاض بنسبة 3.47%. أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 1789 نقطة بانخفاض بنسبة 2.33%. اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا، وذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية. وبينت مؤسسة النقد أن الإجراءات المتخذة تتضمن الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس كورونا، كما أكدت المؤسسة على البنوك أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية. أكد وزير الزراعة السوداني عيسى شريف أن 6 جهات دولية أبدت رغبتها في تمويل عمليات إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وغيره من المشروعات الزراعية الضخمة التي تعرضت لتدمير ممنهج خلال العقود الثلاثة الماضية. وأشار الوزير إلى أن الجهود القياسية التي بذلتها وزارة الصناعة أو الزراعة منذ تشكيل الحكومة في سبتمبر الماضي أسهمت في إنقاذ موسم القمح الذي بدأت عمليات الحصاد في بعض مناطقه وسط مؤشرات بقفزة كبيرة في الإنتاج الذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من مليون طن، وهو ما يغطي نحو 50% من استهلاك البلاد السنوي. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. عقود البرتقال أفضل السلع أداء في بورصة نيويورك منذ مطلع العام الجاري. أعلن البنك المركزي الصيني خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة في النظام المصرفي بهدف احتواء الآثار الاقتصادية السلبية بسبب انتشار فيروس كورونا. وأعلن المركزي أنه سيضخ 7 مليارات دولار عن طريق عمليات السوق المفتوح من خلال اتفاقية إعادة الشراء العكسية الآجلة لـ7 أيام، وذلك للمرة الأولى منذ 17 من شهر فبراير. كما أعلن المركزي عن خفض الفائدة من 2.4% إلى 22%، وهي أكبر نسبة تخفيض في 5 سنوات. قال رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن إن بلاده ستقدم مدفوعات نقدية طارئة لمعظم الأسر وستعد ميزانية تكميلية ثانية الشهر المقبل، وذلك في محاولة لتخفيف التأثير الاقتصادي طويل الأمد الناجم عن وباء كورونا. وأضاف مون عقب اجتماع طارئ مع صانعي السياسات الاقتصادية أن المدفوعات الطارئة لتخفيف الكارثة التي تصل إلى مليون وون ستقدم إلى جميع الأسر، فيما عدا الأسر الأعلى دخلا التي تمثل نسبة 30%. حازت عقود البرتقال على لقب أفضل السلع أداء في بورصة نيويورك منذ مطلع العام الجاري، في زمن يبحث الناس بمن فيهم المستثمرون على تقوية مناعتهم في مواجهة القاتل غير المرئي. وتشير بيانات بلومبرغ إلى أن عقود عصير البرتقال المجمد كانت أفضل السلع أداء على الإطلاق منذ مطلع العام، مع ارتفاعها بنحو 25% حول مستويات دولار وسنتين للرطل، في وقت يسارع المستهلكون فيه إلى زيادة المخزون وسط مخاوف من اضطرابات في سلال التوريد قد ينجم عنها نقص في المعروض للمستهلك النهائي، بحسب ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.